اصدقاء قناه معلومه طبيه، اهلا وسهلا بحضراتكم. هكلمكم النهارده عن معلومه طبيه هتفيدك وهتفيد معظم السيدات اللي بتسال عن التخسيس. هكلمكم النهارده عن التخسيس. كل الناس في مصر، كل الناس في الوطن العربي، امارات، السعوديه، الكويت، بيدوروا على عايز اخس. طب انا هعمل ايه عشان اخس؟ كل الناس كده اللي عايزه تخس تقعد مع نفسها كده، انا عايز اخس ليه؟ الاجابه قولوا الاجابه ايه؟ عشان الشكل. اوعي تفكري ان الشكل هو الغرض الاساسي من وراء التخسيس، ابدا. عمر ما كان الشكل ده يعني حاجه مهمه بالنسبه لنا كدكاتره للتخسيس. احنا بنحاول نوصل لكم بقى الحاجه الفايده من وراء التخسيس. الفايده من وراء التخسيس احنا بنتجنب امراض خطيره جدا جدا جدا، وزي ما اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده، زي السكر، زي تصلب الشرايين، زي ارتفاع الكوليسترول، الجلطات، انسداد شرايين، امراض كتيره جدا بتجنبها بسبب التخسيس. يبقى انا لما اقعد مع نفسي في البيت كده واسال نفسي انا بخس ليه، اوعى تقول الشكل. لا، احنا الشكل طبعا مطلوب والناس كلها بتحب الشكل، والعين اول ما بتيجي على الشكل، بس ما وراء الشكل بقى بالنسبه لكم انتوا الصحه، لكن بالنسبه لنا احنا ما امام الشكل الصحه. احنا خدنا القرار بقى وبسم الله خدنا قرار احنا هنخس، يبقى احنا مطلوب منا اول حاجه يا منار هتعمل ايه؟ خدت قرار خلاص اللي انت هتخسي، عايزين منك تحليلين. لو حسيت باعراض مفيش مشكله، ما حسيتيش اعملهم لنا معلش، هتخسري بس في الاول كده حاجه بسيطه، بس هنطمن ان احنا بنديك علاج مظبوط. هنعمل تحليل غده، تحليل فيتامين د عشان نطمن، عشان نبقى نديك العلاج كده واحنا مطمنين، وان شاء الله يجيب معاكم نتيجه. هكلمكم في كل حاجه عن التخسيس، واي حد عنده سؤال يبعتهولي وانا هجاوبكم عليه على طول ان شاء الله. هنزل لكم وجبات، هنزل لكم نظام غذائي، هنزل لكم كل ما يفيد التخسيس في فيديوهات على طول، يعني تابعونا. انا الفتره دي هكلمكم عن التخسيس، طلب مني ان انا اتكلم عن التخسيس فهكلمكم عن التخسيس. انا اي حد بيطلب مني حاجه انا بكلمكم على طول عليها، ما بتاخرش عن حد. فيا ريت انتوا بقى تدعمونا كده وتعالوا لنا القناه كده، عايزين القناه توصل ل بقى ما بعد مصر بقى، السعوديه والامارات والكويت، وعايزين نوصل بقى للعالميه بقى. احنا عايزين نوصل يا جماعه كده بسرعه، مش عايزين نتاخر. ما بحبش اقعد كتير في اي موضوع انا بتكلم فيه او اي موضوع في حياتي حتى شخصيا، بحب اخلصه على طول. انت دلوقتي خلاص خدت قرار اللي انت هتخسي وبداتي في النظام الغذائي، وعرفنا ان احنا بنعمل كده عشان خاطر الامراض اللي احنا ممكن نتعرض ليها بسبب السمنه. طيب انا دلوقتي بقى وانا ماشيه في الشارع عايزين نغير سلوكنا بقى. انا دلوقتي خلاص بقى حطيت في دماغي منار، خلاص حطيت في دماغي اللي هي تخس، ومحدش يسالني مين منار ديت، هو اسم جه في بالي كده مش عارف في فيلم باين كان بيقول لها اهدي يا منار. فاحنا عايزينكم هادين زي منار كده، وتبداوا بقى تغيروا سلوككم طالما احنا خلاص خدنا قرار اللي احنا هنخس. هنغير سلوكنا معلش واحنا ماشيين في الشارع. انا دلوقتي ماشيه في الشارع قابلني مثلا يعني عايزين نبعدكم عن الاكل، يعني انا هوصلها لكم كده بصوره بسيطه كده. وانت ماشي في الشارع اول حاجه طبعا لازم تجيبها هي العيش. حاول بقى يعني نبعد عن الموضوع بتاع العيش دوت شويه على قد ما نقدر، واحنا نشوف النتيجه بعد كده. يعني انا وانا ماشيه اول حاجه افكر فيها العيش عشان اكل. طيب انا دلوقتي هبعد عن الفرن خالص عموما، انا بكلم الناس اللي عايزه تخس طبعا، يعني وعددهم بالنسبه للدنيا كلها مش كتير، فمحدش يجي يقول لي بقى انا صاحب فرنه وانت بتقول للناس ما تاخدش من عندي. لا، انا بكلم الناس اللي بتخس ودي عددها بسيط، ما تقلقش يا عم يا بتاع الفرنه هنعدي كده وانت ماشي. تبعد عن الفرنه ديت، سواء بقى فرن فينو او فرن بلدي، عيش قالي بقى وعيش مخبوز، احنا نبعد عنهم خالص. يعني بقى بكل المحتويات بقى ما تجيش تقول لي لا، طب هاخد قرصه، طب هاخد بقسماطايه، طب مش عارف باتونسه ليه، طب مش عارف ايه، طب حته كحكايه. لا، انت عايزه تخس خلاص يا منار، اتفقنا هنمشي بعيد عن الفرنات. شوف كده لو صاحب الفرنه ده يعني او صاحبه الفرنه صاحبتك وانت ماشيه كده سلام عليكم، وتمشي تصبح عليها بس كل يوم. تاني حاجه هنتكلم عليها واحنا ماشيين في الشارع ونبعد عنها، عرفنا اول حاجه الفران، هنبعد عن الفرنه والمخبوزات كلها بكل انواعها. تاني حاجه محلات الحلويات، بسبوسه بقى، كنافه، قشطه، مهلبيه، زلابيه، الحاجات اللي انتم بتسمعوها في الشارع ديت بلاش بلاش بلاش، ابعدوا عنها خلاص. احنا اتفقنا يا منار وخدنا القرار، رجع بالذاكره كده في اول الفيديو، احنا خلاص خدنا قرار وعرفنا الاضرار. شفتوا انا بقول شعر اهو، خدنا القرار وعرفنا الاضرار يا منار، تمام. طيب يبقى كده هنبعد عن محلات الحلويات
وقلنا اول حاجه الفرنه او المحلات المخبوزات. تالت حاجه نبعد عنها البقاله بقى، سوبر ماركت، هايبر، سموها زي ما سموها على حسب اللي انتوا الحته اللي انتوا ساكنين فيها او المكان اللي انتوا ساكنين فيها. كله بقى بسكوت، محشي، عجوه، شوكولاته، جالاكسي، والحاجات اللي انتوا ايه بتحبوها ديت. معلش احرموا نفسكم بس ايه منها شويه كده، عشان خاطر انت كده بتفيد نفسك بطريقه يعني صح 100%. ان شاء الله هتجيب معاك نتيجه اسرع من الطرق التانيه اللي انا اقول لك وجبات، واللي انا ماشيك على نظام غذائي معين. انت لو بعدت عن ثلاث حاجات دول والرابعه اللي هقول لك عليها طبعا دي يعني حاجه ان شاء الله باذن الله هتفيدكم والله كتير، اللي هي رابع حاجه الدليفري. الناس بقى اللي بتكسل تعمل اكل، لا خش بقى المطبخ بقى. ما كنتيش هتخش المطبخ وانت يعني السمنه عندك كده بقى، وتتحركي بقى وتروحي وتطبخي وتنزلي تجيبي حاجه من السوق. هتخش المطبخ امتى يعني؟ هتطبخي امتى يعني؟ احنا عايزين المجهود ده في المطبخ يظهر كده، بدل ما نقول لك اعملي رياضه، لا يعني حاولي بقى تعملي التمرين بتاعتك في المطبخ بقى، ورينا شطارتك في المطبخ، غسيل مواعين، طبخ بقى لعيالك مش ليكي. ها اوعي تعملي الاكل ده ليك انت. خلاص احنا كده ايه، اربع حاجات: فرنه، البقاله، محلات الدليفري، وكمان اللي احنا قلنا عليه اللي هو محلات الحلويات نبعد عنها. خلي بالكم انا بكلمكم الكلام ده يعني عشان خاطر انا والله بحبكم، بحب اكتر الناس اللي بتراقب من وزنها دي بالجرامات. في ناس والله بتتصل بيا تقول لي انا زدت مثلا كيلو و800 جرام، زدت كيلو و400 جرام. الناس دي انا بحبها جدا. ليه؟ بتحافظ على نفسها وبتحافظ على وزنها. الوزن المثالي ده بيبقى حاجه جميله جدا. في نهايه الفيديو بقى عايزين دعم منكم، عايزين اشتراك في القناه، عايزين مشاركه للفيديوهات ديت، عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن. انا الحمد لله بعتمد على مجهودي ومجهودكم، ما بعملش بقى زي الناس اللي بتعمل بتشترك في شركات وتجيب مشاهدين وتجيب مشتركين. انا ما احبش اخدع حد، انا طول عمري صريح وطول عمري واضح. مجهودي هو اللي هيوصلني ان شاء الله. باذن الله هكلمكم في حاجات تانية كتير طبعا، بالنسبه للبطن والكرش والارداف. الناس كده بتسال تخسيس مناطق معينه في الجسم، استخدم كريمات، الكريمات دي فعاله، بيجي على النت اعلانات كتيره وغاليه، واسمع ناس بتقول لي هتخسي 50 كيلو في يوم، وخسيت 99 كيلو في 3 ساعات. يعني انا مش عارف الناس دي بتضحك عليكم ولا بتضحك على نفسها ولا بتضحك علينا. ما اعتقدش يعني الكلام ده كله، واكيد ناس جربت الحاجات اللي هي بتقول عليها وما خسوش. احنا هنكلمكم كلام علمي ان شاء الله، هنكلمك نظام غذائي، هنكلمك تمارين رياضيه، هنكلمك بادويه بسيطه جدا جدا بدون اي اثار جانبيه. واهم حاجه الاثار الجانبيه في موضوع التخسيس ده، لان الموضوع بيطول شويه. خليكم معايا وتابعوني ان شاء الله باذن الله هفيدكم، وانتم كمان برضو هتفيدونا بالمشاهده والمشاركات. بالنسبه لموضوع الكرش طبعا ده يعني هكلمكم فيه بس باختصار كده. مثلا اوعى تشرب يعني العصائر كتير اللي هي صناعيه ديت، عصير قصب مثلا فيه سكر كتير، عصير المانجا. خليك دايما في الحاجات اللي هي الفريش اللي بدون سكر. ابعد عن السكر الابيض ده تماما. اوعى تاكل وتنام. في حاجات تانية هقولها لكم كتير، بس انا حسيت اني طولت عليكم، وانا ما بحبش اطول عليكم عشان خاطر ما تملوش. هكلمكم فيديوهات تانية، انتظروني. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.